بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحنية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نتواصل في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس، وفي تاسع أيام نتواصل مشاهدين الأعزاء عبر قناة ريان المتابعة لكم أحداث وانطلاقات أشواط هذا اليوم. على بركة الله تعلن بداية انطلاقة الشوط التاسع، وهو شوط خاص للحيل من مسافة 8 كيلومترات. تمنياتنا لجميع المضمرين بالتوفيق والنجاح. نبدأ بالمركز الأول ونتابع هذه الشعارات المميزة المندفعة إلى نحو الناموس. نتابع المركز الأول، الغلا لهجنة الشحنية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق على أول المراكز. المركز الثاني من الجانب الآخر، ريما لسمو الشيخ سلطان بن زايد المهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتابع ريما على ثاني المراكز. المركز الثالث، مباشرة نتابع انطلاقة متابعي الكرام هذه الشعارات والأسماء المميزة، وأتابع في هذه الانطلاقة الكايدة من هجنة الشحنية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما خامس المراكز وخامس التحديات أرى الأسماء والشعارات القادمة. قدوم وتحدي وانطلاقة متابعي الكرام في هذا التحدي، مزول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عبيد بن حمد بن بريك المري في التضمير والمتابعة، مزول على خامس المراكز. إذا متابعي الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والعودة مباشرة إلى المركز الأول. نتابع الذخيرة، الذخيرة تحتل المركز الأول، سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني ينطلق على أول المراكز، ومعلن أيضا تواجد الذخيرة على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني شعار هجنة الشحنية ينطلق مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، أيضا يعلن هذا الانطلاق مع الكايدة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث التحديات وثالث الأسماء، شعار هجنة الشحنية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على ثالث المراكز. المركز الرابع، وتابع ريما لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ومقدم لنا ريما على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، خامس التحديات، أرى الشعارات والأسماء القادمة هنا، ملامح لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان جمعة بن عتيق الرميثي، متابع لانطلاقة ملامح على مستوى المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، العودة مباشرة إلى المركز الأول. نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، الكايدة، الكايدة انطلقت على المركز الأول وغيرت على مجريات هذا الانطلاق، ومقدم أيضا شعار هجنة الشحنية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثاني ذخيرة تاتي على ثاني المراكز لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع مدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوش يتابعها في هذه الانطلاقة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث تحمل رقم 15 في هذا الانطلاق، شعار هجنة الشحنية من واقع الشعار مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، مقدم الغلا على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع، ملامح لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي، هنا مضمر ومتابع لانطلاقة ملامح على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، ريمة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ولكن حصل دخول من الجانب الآخر، أرى التقدم من قبل مزون لشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عبيد بن حمد بن بريك بن الحمر المري هنا يتواجد وينطلق مع مزون على مستوى المركز الخامس. إذا متابعي الكرام، مشاهدي قناة الريان، تتابعون هذه اللقطات المميزة من المخرج أحمد السادة ومحمد الفيضي عبر قناة الريان، تتابعون انطلاقات شعارات أصحاب السمو الشيوخ المزينة هنا أرضية ميدان
الشحنية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذا الحدث الكبير مهرجان المؤسس. نتابع متابعينا الكرام مجريات هذا الانطلاق والتحدي مع الكايدة. الكايدة تطمح إلى الفوز مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. يعلن انطلاقة الكايدة على المركز الأول بشعار هجنة الشحنية المؤسسة العملاقة التي تمتلك الكايدة على المركز الأول وتمتلك الغلا على ثاني المراكز. المركز الثاني الغلا من هجنة الشحنية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثالث ملامح لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايدان هيان جمعة بن عتيق الرميثي. يتواجد الرميثي مع انطلاقة ملامح ومقدم لنا هذا الاسم المميز. المركز الرابع رابع التحديات ورابع المراكز ذخيرة. الشعار الغرفاوي هنا يتواصل وينطلق لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي. مدهش المضمرين يدهش في هذه الانطلاقة على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس اللي انتقلت مباشرة إلى مستوى المركز الأول هنا براقة تصل لأول نداء من هجن الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذا متابعي الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة. العودة مباشرة إلى المركز الأول، نتابع مجريات هذا الانطلاق. هنا الغلا على المركز الأول، المركز الثاني الكايدة، ومن الجانب الآخر ملامح تصل في هذه اللحظة وتعلن هذه الانطلاق على ثالث المراكز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايدان هيان مع المضمر جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي يتابعها. المركز الرابع رابع المراكز وصلت براقة. براقة تحتل المركز الرابع من هجنة الشحنية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وخامس المراكز الذخيرة تتواجد وتنطلق في هذا التحدي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي. هنا يتواجد وينطلق في هذا التحدي على مستوى المركز الخامس. إذا متابعي الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والعودة مباشرة إلى المركز الأول. نتابع المقدمة، نتابع صدارة هذا الشوط. الغلا تسيطر على المركز الأول لهجنة الشحنية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يعلن هذه الانطلاقة مع الغلا على أول المراكز؟ المركز الثاني أجد الكايدة تحتل المركز الثاني لهجنة الشحنية مع المضمر مر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. يتواجد وينطلق في ثاني المراكز، ولكن ثالث المراكز حصل دخول وانطلاقه متابعي الأعزاء من براقة من هجنة الشحنية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يقتحم الصفوف وينتقل نقلة ممتازة إلى أول المراكز مع براقة. المركز الرابع وصلت ملامح لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايدان هيان جمعة بن عتيق الرميثي. هنا يتواجد، بينما المركز الخامس الذخيرة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي ينطلق على خامس المراكز. ولكن أتابع سيل جارف من الحيلة القادمة من المناطق الخلفية. أتابع المركز قدوم انطلاقة محبوبة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. هنا ينطلق ويقتحم أيضا الصفوف ويحتل المركز الثالث في هذه اللحظة. غير وانطلق مع محبوبة، يا سلام. إذا متابعينا الكرام العودة مباشرة إلى المركز الأول، نتابع التحدي مع الكايدة. الكايدة بشعار هجنة الشحنية ينطلق على الصدارة، ولكن محبوبة في هذه اللحظة غيرت واحتلت المركز الأول لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع المضمر مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. غير على الصدارة، انطلق مع محبوبة، يا سلام يا سلام يا سلام. احلوت المنافسة متابعينا ومشاهدينا الكرام. وصلت الذخيرة
الذخيرة، الذخيرة بالشعار الغرفاوي، شعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني مع المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي، ينطلق مع الذخيرة على ثاني المراكز، المركز الرابع من الجانب الآخر الكايدة من هجمة الشحانية، وأيضا رابع المراكز وصلت في هذه اللحظة الغلا. يا سلام يا سلام يا سلام، العودة مباشرة مع محبوبة، مع التحدي ثنائي ما بين محبوبة وذخيرة على الصدارة، المركز الأول محبوبة تنطلق بهذا الأداء الممتاز، بهذا العرض الجميل يا سلام، بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن سيف بن لاحج الهاجري، ولكن ذخيرة 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 انطلقت كالذخيرة على ثاني المراكز لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، والكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير عن خط النهاية، وتابع محبوبة على الصدارة، محبوبة على المركز الأول، تنطلق بهذا العرض الممتاز، بهذا الأداء المميز يا سلام، ولكن الذخيرة الذخيرة والشعار الغرفاوي هنا ينطلق على ثاني المراكز، المركز الثالث وصلت ريمة يا سلام يا سلام، وصلت ريمة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، مقدم ريمة على ذات المراكز، ولكن محبوبة، محبوبة الجماهير ومحبين هذه الرياضة، تنطلق لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن سيف بن لاحج الهاجر المنتجي يا سلام، المنتجي هنا يعلن هذه الانطلاقة مع هذا التحدي المميز مع محبوبة، محبوبة يا سلام يا سلام يا محبوبة، ولكن الذخيرة الذخيرة وأيضا قدوم الريمة، ريمة على ذات المراكز، ولكن محبوبة أعلنت الانطلاق، أعلنت التحدي مع الأمتار الأخيرة، سلام سلام سلام، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مطر بن سيف بن لاحج الهاجري، يقدم أيضا محبوبة مع الأمتار الأخيرة والحزام الأخضر، ولكن ريمة 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 ومحبوبة اللحظات الأخيرة، ولكن محبوبة، تهانينا تهانينا والناموس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتهانينا إلى المضمر مطر بن سيف بن لاحج الهاجري على فوز محبوبة بالمركز الأول وانتزاع ثاني النقطة في هذا الصباح، تهانينا والناموس. المركز الثاني ريمة لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، المركز الثالث وصلت ذخيرة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، المركز الرابع وصلت الكايدة من هجن الشحانية، المركز الخامس شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. إذا المتابعين الكرام، تهانينا والناموس لمالك محبوبة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتهاني للمضمر المنتشي مطر بن سيف بن لاحج الهاجري، من قدم محبوبة إلى خط النهاية. والتوقيت الزمني نتابع، محبوبة تصل إلى خط النهاية بتوقيت وقدره 12 دقيقة و58 ثانية وست أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمطر بن سيف بن لاحج الهاجري، من قدم محبوبة إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني وصلت ريمة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفة بالصايغ المزروعي، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 59 بدون أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث الذخيرة احتلت المركز الثالث لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي، من قدم الذخيرة في هذا الشوط منتزعة المركز الثالث. والتوقيت الزمني 13 دقيقة وثانية و3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع